والحقيقة النهاردة احنا جايبين لحضراتكم كده نصيحة كده صباحية اللي دايما بنبدأ بيها برنامجنا، خاصة بالرياضة، ولكن الرياضة بقى بشكل مختلف للسيدات. اعتدنا ان احنا لما نسمع كلمة بالي او جمباز انها تبقى مرتبطة اكتر بالاطفال، وان الاطفال هم اللي يقدروا يلعبوا الباليه تحديدا، لانه جسم الطفلة بيبقى لسه في مرونة فتقدر انها جسمها يتشكل. هل تعلموا انه في دراسات كتيرة جدا جدا وابحاث كتيرة وتجارب تم الحكاية عنها من اصحابها، انه الباليه بعد سن الـ30 تقدري انك انت تبقي باليرينا؟ باليرينا بمعنى انك انت تقدري تستفيدي بالحركات بتاعة الباليه اللي هي الاسترتشات والفلكسبيليتي واللياقة البدنية اللي انت بتلعبي بيها في الباليه. طب ناس كتيرة هتقول ازاي واحدة عندها اكتر من 30 سنة ممكن ان جسمها يتشكل؟ هل ممكن العضلات بتاعتها او العظام بتاعتها تتشكل؟ ايوه، لانه سبحان الله تعالى ربنا خلق جسم الانسان عنده استعداد طول الوقت ان هو يبقى فيه مرونة ولياقة، لانه انسجة طول الوقت انك تقدري انك انت تشكليها. طبعا اكيد مش هتاخدي نفس الوقت اللي هتاخده الطفلة، الطفلة هتبقى اسهل والوقت بتاعها اقصر، ولكن انت تقدري انك تحققي اللي انت عايزاه في انك انت ممكن تبقي باليرينا على اقصى درجه طبعا جسمك يسمح بيها من المرونه في انك انت تلعبي الحركات. ليها فوائد كتيره جدا. اول فايده انك انت لو عندك مشاكل في العظام او الفقرات، ناس كتيره بتشتكي انا رقبتي بتوجعني، انا ظهري، انا كتفي بيوجعني. هل تعلمي انه الجسم لما بيبقى متخشب نتيجه عدم اللياقه ده بيبقى سهل ان هو يبقى معرض للالتهابات. اما بتلعبي الباليه وتستفيدي بحركات الباليه اللي هي الاسترتشات، بتقدر ان العضله والعظم بيبدا ان هو يلين فيقدر يبقى اقوى، فتقدر يبقى عندك مرونه ولياقه. كمان بتفيد جدا جدا في تشكيل الجسم، يعني الناس اللي بتقول انا عايزه يبقى عندي شيبنج لجسمي، بتساعدك بشكل كبير وباسرع وقت في خلال 3 شهور هتحسي بالفرق ان جسمك بدا يبقى فيه شيبنج. كمان بتفرق في الرياضة بقى بشكل عام، زيادة الدورة الدموية في الجسم. كمان الفوائد النفسية انك انت هتحس انك انت بعد تقريبا شهر واتنين، وكل ما تصبري اكتر كل ما بتلاقي نتيجة اكتر. في نصيحة مهمة، ما تستعجليش النتيجة، في الاول وفي الاخر انت الرياضة محتاجة ممارسة مستمرة ومحتاجة اصرار ومحتاجة انك انت يبقى عندك استدامة. هتحس انك انت بعد فترة كده جسمك بيقولك ثانك يو، ثانك يو انك انت مدياله راحه، مدياله لياقه، مدياله مرونه، هتقدري تعملي حاجات في حياتك مختلفه. كمان هتفرق في نفسيتك قوي، تحس انك انت الرياضه بتفرق قوي في يعني الطاقه الايجابيه في حياتك. كمان بتقابلي ناس معاكي، بتقابلي السيدات اللي بتبقى معاكي جوه الجيم، فبيبقى يعني كوميونتي مختلف تقدري انك انت تفرغي فيه اي طاقات سلبيه. عشان كده بنقول ايوه تستطيعي انك انت تلعبي باليه في اي وقت من عمرك، وتحديدا بعد سن الـ30 عادي. ابدأي وصممي وعيشي حياتك بشكل صحي وجديد ومختلف.